السيد الرئيس أصحاب السعادة مندوبو الوفود الموقرون السيدات والسادة نحن ممثلين منظمات المجتمع المدني التالية معهد الدوحة الدولي للأسرة اتحاد الدولي تنمية الأسرة منظمة الأسرة العالمية الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي منظمة التركيز على الأسرة ماليزيا منظمة الآباء في أفريقيا منظمة الوالدين بثقة اتحاد الكونفدرالي الأوروبي للأسر الكبيرة منتدى الوالدين ندعو الحكومات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المانحة والقطاع الخاص إلى تقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر والوالدين ومقدمي الرعاية على كافة الأصعدة وذلك من خلال ما يلي تحقيق التوازن بين العمل والأسرة من خلال حزمة سياسات متعلقة بترتيبات العمل المرنة وإجازات الوالدية وتوفير مقومات رعاية الأطفال ذات الجودة والميسورة التكلفة ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز المسؤولية المشتركة في المنزل الاستثمار في برامج التربية الوالدية مع مراعاة تعدد أبعاد هذه البرامج وفقاً لاحتياجات الوالدين جعل صحة الآباء والأطفال وغيرهم من مقدمي الرعاية أهدافاً واضحة لسياسات وبرامج الوالدية الاستثمار في إجراء تقييمات لأثر سياسات وبرامج الوالدية على الأسر ومن ثم توفير إطارا مرجعيا للوالدية ورفاه الطفل يدعم جميع أصحاب المصلحة الإقرار بأهمية إسهام الرجال في التربية الوالدية ووضع سياسات لمعالجة عواقب تأخرهم عن القيام بهذا الدور الاعتراف بدور الأجداد في التربية وإسهامهم في تعزيز العلاقات بين الأجيال ودعم الترتيبات المعيشية والتحضر الشامل والتضامن الاجتماعي خلق بيئة تمكينية للإسهام الفعال لمنظمات المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج الأسرة وتسهيل إنشاء هذه المنظمات وتمويلها شكراً